طبعا هاي اليومين عندنا الجو حار صار. شوف شنو خرب. تفضل يعني الساده انا خرب المكيف. بس شنو الخربان بيه؟ المروحه هاي قاعد تشتغل وتفصل. المهم خلنا نفتحها ونشوف هذا نبدلها. طبعا راح نفتح البراغي مع الداير. هنا البراغي حتى ما تضيع. طبعا نسيت اصوركم. اول شيء نفتح هذا القلبه قلبته انا حتى ماكو كهرباء بي. زين هذا البريكر مالته. زين هاي هي المروحه. هسه شنو هنشوف نشغل ونشوف. طبعا هاي فتحتها شغلت ما قاعد تفتر شوي شوي. المهم احتمال خربانه. بس خليت لها دبليو فوري نشوف اشتغلت ما اشتغلت نجيب مروحة ثانية. وتبديلها سهل. هاي هنا هاي تنشلق وتبدلوها تاخذون الرقم مالتها وتشوفونها اما على امازون اما اي واحد قريب يمكم. طبعا اشتغلت بس خليت لها زيت اشتغلت. اقعد يلا الحمد لله الحمد لله اشتغلت. قاعد انظف انظفها ونخلي لها دبليو فوري. اوكي هسه يقولوا لي لا. المهم هي ما كانت تشتغل اشتغلت ونخليت لها دبليو فوري. زين وعلى الله الباقي. طبعا نفس الوقت قاعد افتح لقيت هذا طايح. قلت هذا منين؟ جيت دورت هذا مال الجراوند فالت. هم هسه اسوي ركبنا الجراوند خلصنا. خلي الوايرات هسه الحمد لله اشتغل. نشوف نجربه ركب البراغي مالته ونشوف راح يوقف ولا لا. ان شاء الله ما يوقف. طبعا الحمد لله والشكر المروحة اشتغلت بس ما ادري ليمتى. المهم يمتى ما تعطل نجيب واحدة من عندها موجودات. الشغلة شفتوها شلون بسيطة يعني. بس شفتها ما تفكر هاي طلع حط عليها زيت اي شيء اي زيت عندك خليها شوية بعدين ركبها. جربها قبل لا تركبها ان شاء الله خير. بس يقولوا لي ما يصير تخلي دبليو فوريا صار وخليته بعد. طبعا هو وقف من امبارح بالليل. اقول هوا ما قاعد يجي لانه ما قاعد يشتغل. جمد من جوا سد الهوا منين يطلع. عرفت هاي الصبح فصلته خليت بس هوا لحد ما طلع الماي مالته. اوكي